يقول: ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وما الدليل على ذلك؟ القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه الأشياء التي فرض الله تبارك وتعالى الزكاة عليها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي التي بعينها أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن، بل وزاد على ذلك فقال لو لا تأخذ منهم الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة. هذه الأشياء التي يجب عليها الزكاة من الزروع، أما سائر المزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة، لا يشترط فيها النصاب الذي يشترط في النوع الأول والأنواع الأربعة، وهو 5 أوسق يعني أحمال من الجمال. القمح مثلا إذا بلغ 5 أحمال يعني تقريبا 10 أكياس معروفة وجب عليها الزكاة، وما دون ذلك لا يجب عليها الزكاة. ثم يختلف الواجب من الزكاة عليها باختلاف الأرض التي أنتجت هذه الحبوب، فإن كانت بعلا فعليها العشر، وإن كانت بالسقيا بالسواقي والدوالي ونحو ذلك فيجب عليها الخمس. أما المزروعات الأخرى التي لا زكاة عليها وبخاصة الثمار وبصورة أخص نصف العشر جزاك الله خير. أما الفواكه والثمار وبخاصة الخضر التي لا يجب عليها الزكاة، فحينما يقال لا يجب عليها الزكاة يقصد بها الزكاة الخاصة المعروف نصابها والمقدار الواجب عليها ونحو ذلك، لكن عليها زكاة مطلقة عامة، وذلك لتطهير نفوس المزكين كما قال رب العالمين: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فباختصار الأنواع الأربعة التي ذكرناها من المزروعات هي التي جاء النص الصحيح في وجوب الزكاة عليها، وعلى التفصيل السابق. نعم.